وكان صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. قد وصل بحفظ الله ورعايته والوفد المرافق برا إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات البحرينية المشاركة، ذلك إلى جانب القوات الأخرى من الدول الشقيقة في التمرين. وكان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والعميد خالد سلمان المعاودة قائد كتيبة المشاة الآلية الملكية 13، والعميد سلمان إبراهيم الفضالة قائد القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة.